حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بصمة موطني. البصمات الإنسانية لا تقتصر فقط على رعاية الإنسان، ولكن ممكن أن تمتد لرعاية البيئة والطير والحيوان. وخلكم معانا أكثر، راح نتعرف على الفريق الكويتي لتربية طائر البوم وقضية البومة المظلومة. حياك الله أستاذة جيهان الكندري، وهذه ساعة المباركة. في البداية حابين نشكر جهودكم على هذا العمل التطوعي والإنساني العظيم. حابين نتعرف عليك أكثر، وليش اخترتي مجال تربية البوم؟ مشكورة على حضورك ودعمكم وقناتكم المميزة اللي دوم مبادرة في تشجيع هذه الطاقات الشبابية. احنا اليوم متواجدين في كافيه 312، مشاركة مجتمعية لطاقات وأبطال موجودين عندنا بالديرة، فحبينا يكون مشاركة بيننا وبينهم. تواجدنا اليوم دعم حقهم وأيضا توعية للجمهور الكريم. انزين، ودنا الحين في البداية تعرفينا عليك أكثر، وليش اخترتي جانب العناية في طائر البوم؟ لما تقولين طائر البوم شيء مميز صراحة، فريد من نوعه. أكيد. حب طائر البوم جمع أفراد الفريق كلهم، وأنا واحدة من أعضاء الفريق. بلشنا تقريباً بداية الفريق كانوا 5 أعضاء، وما شاء الله تبارك الرحمن الحين وصل العدد تقريباً إلى 23-25، يتراوح العدد كونه فريق تطوعي حسب وضع وظروف الأعضاء المتطوعين. طائر البوم شيء فريد من نوعه، طائر مظلوم معرض لخطر الانقراض، فكان لنا هدف ورسالة سامية ان احنا نحمي هذا الطائر من هذا الخطر اللي قاعد يتعرض له، وتغيير مفاهيم وافكار خاطئة توارثت عن هذا الطائر المظلوم. صح، في افكار وايد يعني تداولت عنا انه هو طائر الشؤم، بس هو ترى على فكرة طائر الحكمة. وحتى لما تحطين عينك بعينه قاعدة طالعة قاعدة تشوف سبحان الله، يعني رب العالمين ما خلق شيء عبث. فودي تعلمينا شنو دور طائر البوم في التوازن البيئي وحماية الحياة البرية. في البداية طائر البوم يحتل قمة الهرم الغذائي في التوازن البيئي. لا تخافين، هو وايد وايد طير مسالم، وإحنا دائما مربوط بالوكر، فلا تخافين هذا الصوت قاعد يتواصل مع الأوضاع الموجودة. عجبه الوضع، إنه قاعد نتكلم عنه بشيء حلو ترى. قاعد نضحك. فطائر البوم له أهمية كبيرة في حفظ التوازن البيئي. الطير الواحد منهم إذا تكلمنا عن الحجم الوسط أو الصغير يتغذى على 1500 فار بالسنة. هذا الفئران شنو تسوي في البيئة؟ تنقل الأمراض، الأوبئة، ومنها مرض الطاعون. فتخيلي إذا الطير الصغير يأكل 1500 فار، فما بالك الطير الكبير توصل ممكن الأعداد إلى 5000 فار بالسنة. فهو قاعد يحمي الإنسان من الأوبئة، يحمي محاصيل أيضا الإنسان، لأن هذه المحاصيل الزراعية تتغذى عليها الفيران، الجرذان، الأرانب، وهو 80% من غذائه على هذه القوارض، فهو يعتبر صديق للإنسان. هذا أول سبب من الأسباب اللي إحنا خلتنا نقدم هذه الرسالة ونجتمع ونكون فريق. شيء ثاني قلت لك، هو معرض لخطر الانقراض، فحماية لهذا الطائر والكائنات حية أخرى، طيور أخرى، قمنا بمبادرات عديدة، ومنها حماية هذا الطير من الصيد الجائر إذا تعرض مثلاً تعب، أو مثلا خلال فترة عبوره أو هجرته، وتواصلوا معنا أي شخص يلقاه ناخذه إحنا ونعتني فيه ونعاينه ونرد مرة ثانية نطلقه في الطبيعة. يعني هو لا رعاية خاصة وعناية خاصة فيه. إنزين، وهو أنتم مثل أنا ما عرفت أن أنتم تستوردونه من أوروبا. نعم. فلا طريقة رعاية وعناية معينة، وشون يقدر يتوالم مع بيئة الكويت، خصوصاً إحنا مناخنا حار وبيئة أوروبا يعني مناخها بارد. صحيح. فيقدر يتوالم مع البيئة. احنا طبعا مثل ما قلت احنا ضد الصيد، فدائما طيورنا مستورده من اوروبا، تفريخ مزارع داشه الكويت بشكل رسمي محجله معها شهاده السايتس ومعترف فيها دوليا هذه الشهاده. طائر البوم هناك يفرخ بالمزرعه، فيشوف قدامه انسان،
راح يرد مكانه بالوكر لا تخافي. فشايف قدامه انسان خلاص انطبع في ذهنه ان هذا الانسان هو امي وابوي، فراح تشوفينه موالف يعني ما راح ياذي او منه ضرر. طبعا له رعايه خاصه، احنا هني جونا منو يتحمله؟ فطبعا دائما داخل البيوت معانا في حراره معينه بالبراد بالتكييف يعني. فصل الصيف ما نطلع في اماكن خارجيه، دائما الاماكن تكون مكيفه. فصل الشتاء عادي ممكن نطلع في مثلا ايفنتات او مشاركات خارجيه، بس بشكل عام داخل معانا كل عضو طايره معاه لنظام برنامج غذائي معين نعطيه، درجة حرارة معينة، طريقة تنظيف معينة، ومستلزمات أيضا لازم تكون موجودة معاه بالبيت. تمام. أنا سمعت إن عندكم فريق مثل فريق إنقاذ أو حماية حق الطيور، سواء طائر البوم أو حتى الطيور المهاجرة، شلون ممكن تساعدون هالطيور وتحمونهم في هذا الفريق؟ هذه المبادرة أطلقناها بعنوان نحميها لتحمينا، لأنها هي تحمينا، فواجبنا ودورنا كفريق بيئي إن إحنا نحمي هذه الطيور. فأي طير خلال فترة عبوره أو هجرته يتعرض مثلاً لإصابة، تعب، ساعات تلقينا بين البيوت بالأشجار بالمزارع، أي أحد يشوفه يتواصل معنا عن طريق الدايركت إنستغرام. وإحنا فريقنا في لجنة خاصة، لجنة الإنقاذ، تروح وتاخذ هذا الطير، تعاينه، هل هو مريض، يعان، تعبان، نفحصه، إذا أموره طيبة ناخذه ونطلقه في مكان بعيد، في محمية، في البر، وخلاص يكمل فترة عبوره وهجرته. يعني أنت مثل ما قلتي في البداية أن الطير إذا أنتوا ربيتوه إذا كان مهاجر ما تقدرون تربونه. لا طبعا، لازم أنه يكون من يعني تفريخ مزارع. إحنا طيورنا تفريخ مزارع، خلاص وعت على إنسان بالمزرعة، فرخت وشافت إنسان، فخلاص انطبع بذهنها أن هذا أمها وأبوها، فتقدر توالف وتعيش عندك في البيت. أما طيور البيئة، طيور الحياة الفطرية الطبيعية، لا، هي طيور تعلمت على الصيد الحر، تعلمت على الطيران، على الحركة. إذا خذيتيها تربينها بالبيت راح تحس أول شيء النفسية تتعب، تستمرض، تقل شهيتها للطعام، تستمرض، وتظل وحشية مهما مثلاً روضتيها تظل وحشية. فالأفضل لها عشان لا تتناقص الأعداد ولا يصير في خلل بالتوازن البيئي إن إحنا نطلقها. ما شاء الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة بصراحة، يعني مجهود جبار اللي أنتوا قاعد تبذلونه، سواء حماية البيئة أو حماية هالطيور. وأحس إنه شلون لما يقولون تخصص نادر، صح، ان حمايه البيئه، وخصوصا ان البوم طير نادر، فيعني يعطيكم الف عافيه. عافيك حبيبتي. ودي اعرف اكثر شنو اهدافكم او خططكم المستقبليه، او عندكم رؤيه اوسع لحمايه هذا الطائر او حتى لتطوير فريقكم؟ طبعا اهدافنا احنا الفريق الكويتي لتربيه طائر البوم، فهدفنا الاساسي طائر البوم، حمايه الطيور بشكل عام وبالاخص طائر البوم من اي انتهاكات او اخطار ممكن نتعرض لها، الصيد الجائر، ممكن انه الافكار الخاطئه اللي توارثت عنا قاعد نغيرها، والحمد لله عدد كبير تغيرت افكاره والفكره الخطا اللي كان ماخذها عن هذا الطائر، تواصلوا معاه على ارض الواقع في الطبيعه، عرفوا شلون يتعاملون معاه، غيرنا وايد افكار لله الحمد، وايد سلوكيات حتى اللي كانوا يمارسون مهنه الصيد هذه للطيور والمتاجره فيها، في ناس وايد تغيرت افكارهم لله الحمد، هذا بحد ذاته يعتبر انجاز وهدف احنا حققناه. رؤيتنا المستقبليه انه يكون عندنا محميه، يكون عندنا مزرعه على اساس ان احنا ننتج هذه الطيور ونطلقها، نطلقها في البر، دامنا احنا انتجناها ممكن نطلقها في المحميات. يعني ان شاء الله باذن الله بفضل دعمكم وتشجيعكم والجهات المختصه ان شاء الله يتبنون هذه الرؤيه ان شاء الله ويكونون سند لنا ان شاء الله. عساكم على القوه ويعطيكم العافيه على هالجهود الجباره، فعلا انتم قاعد يعني تصنعون رؤيه مختلفه حق شباب الكويت في المجال العمل التطوعي، ان العمل التطوعي والانساني مو شرط يكون حق الانسان، حتى سبحان الله بالنسبة للطيور والحيوان. فيعطيكم العافية على هالجهود الجبارة حبيبتي، ما قصرتي بعد عمري، ما قصرتي حبيبتي. حياك الله أخو حمود، وهذه الساعة المباركة. في البداية ودنا نتعرف عليك أكثر، وليش اخترت تربية ورعاية طائر البوم؟ أول شيء الله يعطيكم العافية، قواكم الله، وحاب أعرف بنفسي، أخوكم محمود الخليفة، عضو بالفريق الكويتي لتربية طائر البوم. بخصوص الطيور ليش اخترناها وليش اقتنيناها، اول شيء هو طير غريب، زين، ومو من السهل ان يعني ان احد يقتني طير بوم، يعني خصوصا يعني احنا عندنا هني مثلا بالخليج انه هو طير شؤم وطير نذر وطير هذا،
طبعا انه مو صحيح الكلام هذا، بالعكس هو طير حاله حال اي طير ثاني، وطير جارح يتغذى على القوارض، على الكتاكيت، على الفري، على يعني يعتبر طير جارح. لان انتوا احس ان قاعد تدعمون بعض وعندكم نفس الاهداف ونفس الرؤيه. نفس الاهداف، وصارت يعني غير حب هوايه جمعنا، صرنا احنا قراب بين بعض. يعني وكل اللي يجيني او تجيني واحده من اعضاء الفريق محتاجه شيء هي اختي قبل الله، احنا بس مجتمعين على هوايه واحده. واكيد تساندون بعض وتساعدون بعض في رعايه البوم والاعتناء فيها. بالضبط، يعني مرات الظروف موجوده بحياه كل شخص. صح. تصادف مثلا واحد عندنا لا قدر الله سفره علاج ولا سفره نقاهه ولا سفره وناسه، وما عندنا خاصة ببيوت بعضنا إن ما عندنا أهل يشاركوننا نفس الهواية، فإحنا نعتمد على بعض وايد. كون إن أنا مثلا عندي 3 طيور ولا 4 طيور، ما عندي مانع إني أستقبل طير من الفريق زيادة بفترة معينة، خاصة إن واحد من الأعضاء مسافر ولا واحد من الأعضاء عنده ظروف، أعتني بالطير على ما يبي له عناية ورعاية خاصة. أكيد. إذا ودي تقول لي عن حركة رقبة البوم، هي تحرك إيش كثر برقبتها؟ ليش يعني؟ في معلومات غلط وفي معلومات صح، ودائما احنا نصلح حق المجتمع هالمعلومه. ان الناس عبالها ان البومه تلف 360 درجه. البومه تلف 270 درجه، يعني 3/4 دوره. سبب لفه راس البومه 270 درجه ان البومه عندها 14 فقره عنقيه، فتساعد انها تاخذ هالحركه هذه مالت اللفه للرقبه نفسها. يعني عشان تشوف ولا تركز ولا هي؟ لان هي مثل حيوان يعيش بالظلام. انا مثل ما اعرف حيوان يعيش بالظلام، سبحان الله، يعني الله في خلقه شؤون. يعني البومه نفس عين الانسان، احنا تصير يعني تقريبا نشبهها بعين الانسان، بس هي محجرها ثابت ما تقدر تلف عيونها نفس الادمي. فالله عوض لفه العيون لفت الرقبة، لفت الرقبة عشان شديد لفت الرقبة، لأن عيونها طالع مكان واحد ثابت. يعطيكم العافية وما قصرتوا على هالمعلومات المفيدة وعلى رعايتكم حق هذا الطير النادر. أنتوا اللي يعطيكم العافية على استضافتنا، وأنكم تساندونا وتنشرون اللي إحنا قاعد نحاول ننشره بطريقتكم، بوسائل التواصل الإعلامي ولا بالقنوات الإعلامية الكويتية. يعطيكم إذن في عندكم رؤية أو هدف ممكن أن تحققونه بالمستقبل، أو حلم بالنسبة لك ممكن أن يتحقق؟ أنا بالنسبة لي حلمي شخصي يمكن أن أنا ودي كل الناس تحب البوم كطير. بالنهاية الله ما خلق شيء بالدنيا عبث. صح. في ناس من أول تلقين أمهاتنا وأبهاتنا يتشائمون من الطير. صح. وانا ربيت الطير شخصيا، الحين داش بالسنه الثالثه ان شاء الله، او طايف السنه الثالثه يمكن. الطير ما منه مضره، تشاؤم يمكن كلامنا او طريقتنا، احنا اللي نجيب التشاؤم حق نفسنا. صح. اما لو بتشاؤم من كل شيء موجود بالدنيا او انه بضايق من كل شيء موجود بالدنيا، ما راح اقدر اعيش لقدام. واكتشفوا هي رمز للحكمه ترى، مو رمز حق التشاؤم. برا يسمونها برلمان. اي يعني برلمان، فحتى البرلمان بعض الصور كذي بومه هي رمز الحكمه والثقافه يعني هيبه تعتبر. فيعطيكم العافيه وعساكم على القوه. الله يقويك، يعطيك العافيه. ما حياك الله حمد الهولي، اصغر عضو في الفريق. ودنا تعرفنا عليك اكثر، وشنو يعني ليش معنا اخترت هذا الفريق؟ اول شيء الله يحييك اختي، ثاني شيء انا اخترت هالفريق، هذا الطير اللي انا احبه، وشفت هذا فريق تطوعي وفريق بيئي فالتحقت فيه والحمد لله. زين، عندك معلومات او شغف او ان انت تحب طائر البوم عشان كذي التحقت مع الفريق الكويتي لرعايته؟ هو بالبدايه كان ان تعرفت على واحد منهم وعرفني على الطير، وعندي معلومات واقرا وعندي كتب، فبعد هذا كله دخلت الفريق، وان شاء الله يكون عندي طير قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت للحين ما بلشت في تربيه هذه الطيور، بس كتربيه لا والله، بس قريبا ان شاء الله قريبا. وشنو دورك بالفريق؟ يعني شنو ممكن انت قاعد تسوي وياهم؟ قاعد تتعلم منهم ولا شنو؟ اتعلم منهم، ومتحدث بالانجليزي بالنسبه لهم طبعا. وهذا دوري يعني. يعني انت المتحدث الرسمي باللغه الاجنبيه، انا شفتك على التلفزيون. يعطيك العافيه. انزين، ممكن انه يكون يعني بما انك اصغر عضو، قلت لي كم عمرك؟ 15. العمر كله يا رب. ممكن ان انت تدرس في مجال، في يعني اذا ان شاء الله التحقت بالجامعه في المجال البيئي او حتى مجال تخصص طائر البوم، ما فكرت بهالفكره؟ بالفعل فكرت في البيطره،
ولكن المجال التخصص بالبوم البيطره ومو بس البوم يعني البيطره يفتح مجالات للحيوانات اجمعها طبعا وللبيئه انفايرمنتالست ممكن ممكن. حمد ودي اعرف شنو طموحك واحلامك حق المستقبل؟ ان شاء الله يعني بيطري ويكون عندي مزرعه خاصه بالانتاج لي. مو صعبه تكون داخل الكويت بسبب الاجواء الحاره ولكن ان شاء الله ان شاء الله يعني يكون عندك محميه وانت دكتور ان شاء الله حمد شاء الله. ونزورك في المحميه في رعايه البوم ان شاء الله. يعطيك العافيه وعساك على القوه.